في ناس يا حبايبي تتخيل وبعد ما تقعد تتخيل وتسرح وتمضي أمدية يعني أمسية لذيذة في التخيلات وتنام وتقوم الصبح وتبات نار تصبح رماد ولا كأني في حاجة خلصت يرجع تاني الإحباط. من فضلك بقى تعود بقى أنك تاخد هذا التخيل وهذه المشاعر وهذا كله وتقف أمام الله بانتظام كل يوم قل له يا رب ضع في قلبي رغبة حارة في هذا التخيل. يعني إيه؟ حاجة بنقول عنها بس أشرح لكم كده بس حاجة اسمها التهاب القلب. القلب يبقى ملتهب أيوة يا رب اديني يا رب الحاجات دي. فواحد يقول له عنده اشتياق رهيب انه يبطل خطية ده تخيل متأسف في الكلام اللي حول. واحد كل يوم يتعود يتفرج على فيلم واقف امام ربنا قال له يا رب انا بتخيل كمان شهر مش بتفرج خالص وتاني يصلي مع انه تاني يوم يتفرج تاني يصلي 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 الى ان الرغبة اللي جواه دي الرغبات المقدسة يبدأ ربنا يعمل ايه يدخلها في حاجة اسمها يقين. عارف يعني يقين؟ يعني تتأكد ان ده حيتم. انا مش بقولك كلام خيال ولا بقولك كلام جزعبلي لا لا ده كلام كتابي. يعني كتر ما انت بتصلي من اجل كده شوف في سفر الامثال يقولك ايه شهوة الصديقين تمنح. شهوتك ايه؟ كل يوم اقف قول له يا رب من فضلك انقلني نقلة جديدة. انا سئمت الكذب انا سئمت قعدة الكنبة انا سئمت قعدة البيت انا سئمت الفتور انا سئمت اقترار الماضي باحزانه. عمرك كام 30 40 45 47 ضيعت كله كفاية لسه قدامك 47 تانيين عيشهم في هنا بقى. ضع تخيل جديد برؤية جديدة قل له يا رب ممكن تبارك هذه التخيلات. حبايبي احنا بنقف امام ربنا ونعمل تعهدات قل له يا رب بارك تعهدات افوانا. اعمل كده محبطة ليه؟ محبط ليه؟ تقول لي الدنيا سودة، الدنيا مش سودة، لا 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 لا، الدنيا حلوة. لا أنا عايز أقول لك حاجة، الدنيا وحشة قوي. لكن أنت تستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. محبطة ليه؟ محبط ليه؟ مش لاقي شغل، ده بسببك. مش لاقي مش عارف إيه، ده بسببك. مش لاقي إيه، ده بسببك. ليه؟ أنت عايش في دايرة فشل. فمن فضلك تخيل وقول له ضع يا رب في قلبي هذه الرغبة الحارة وتصلي إلى أن يضع الله في قلبك حاجة اسمها يقين إن ده حيتم. خليني أحكي لكم قصة كنت عايز أحكيها في الأول. سنة 2011 الثورة وكانت الناس بتطلع بأعداد كبيرة جدا في ميدان التحرير يهتفوا ويقولوا ويعيدوا. كانت الدنيا مقلوبة والألوف مؤلفة كانت بتطلع سواء شباب أو كبار أو كده. وبعدين جه تخيل في ذهن الخدام وذهني إن إحنا ما نعمل تجمع ونقف أمام الله ونصرخ ونقول له يا رب مد إيدك. عندنا تخيل كده ولأول مرة نتخيل هذا التخيل إيه؟ إن يجي يتجمع ألوف. فإحنا قلنا يعني يجمع مثلا 3000 4000 5000 رقم ذكرناه. تخيل انا ذاك هذا التخيل عبيط ما ينفعش نتخيل. لان اتخيل في هذا الزمن في 2011 والدنيا مقلوبه احنا يوم ما بنعمل يوم روحي يجي لنا 100 نفر 200 نفر. احنا غرضنا مش نجيب الناس، احنا غرضنا عايزين الوف من الناس تقف تصرخ لله لان كنا معتمدين لانه تعلق به ونجيه. وبعدين الخدام وانا جالنا فكره ان احنا نعمل يوم روحي. ولا كانت الايام بتاعت اجواء ايام روحيه الجو كان صعب جدا. قلنا هنعمل يوم روحي ونسمي اليوم الروحي يلا نحلم. كان في مايو 2011. وبعدين بدينا نقول للخدام يلا نصلي. نعمل ايه؟ من اجل هذا الحلم. بدينا نحلم. وبعدين اليوم بيقترب. طبعا احنا قلنا هيجي 5000. طب ال 5000 دول هيجوا يقعدوا فين؟ فاجرنا بيت يمكن في حضراتكم ناس حضروا معانا اليوم ده في بيت سمارك. فقلنا نعمل خيمه كبيره قوي تسع. طبعا دي فلوس ايه؟ الوف.
وبعدين أجرنا أوتوبيسات. طب إحنا عايزين كم أوتوبيس؟ عايزين 100 أوتوبيس. أوكي، فضل على اليوم قد إيه؟ أسبوع. أسبوع يمكن في خدام فاكرين والأباء فاكرين، ما فيش أسبوع. عدد الناس اللي حاجزين في اليوم الروحي كام؟ 350 واحد. وانت يا اخويا بتتخيل وبتحلم. بس انا نسيت اقول لكم، احنا عدنا نتخيل ونصلي لغايه ما في يوم صلينا جالنا حاجه اسمها يقينيه الايمان في قلوبنا ان ال 5000 واحد حييجوا. ازاي ما تعرفش؟ وعندنا ثقه رهيبه. وقدام اذكر خادم بالاخص كان عنده ثقه شديده. خلاص ربنا امر ان ما تخيلتموه بحسب التخيل وصلواتكم الحاره أنا استجبت، وضع اليقينية في قلوبنا، فبدنا نعلم بكل سلطان عندنا يوم روحي كبير. معلش متأسف، عندنا 100 أوتوبيس محجوز، مش حاجزين منهم 3 أوتوبيسات ودافعين ديبوزيت فلوس. طب وبعدين؟ فبدأ نوع من أنواع التشكك. أبونا اهبط، أبونا اهدى، بلاش العنترية، اهدى، مش اسمها لا تخيل ولا الهقص اللي أنت بتقوله، ويقينية ومش يقينية، اهدى. لكن هناك خدام قالوا لا، وكان علي اختار ما بين الفريدة والفريدة. العقل يقول اختار الفريق، اهدى، ال 350 لما يبقوا 500 ظريف، لكن ابو 5000 ده ما ينفعش. لكن الحقيقة لان كان اليقين كمان في قلبي جدا، عشان الامر اللي بحكي لكم النهارده ده انا مختبره قوي قوي، قلت لا هختار الجانب بتاع هنكمل. ابونا والخسارة ندفعها، نبقى ندفعها. لم نرى هذا المشهد من قبل، ان بقيه الاربع ايام اللي فاضلين طوابير في الكنيسه بتحجز. كانت المفاجاه ان يلا نحلم بتاع مايو 2011 حضروا 6000 واحد، واليقين يقين ما بيكذبش. وكانت حادثه فريده. والله بيقول كنت عاوز تتخيل يا اخي، تخيل على حياتك الله يديك وتصلي ويجي لك يقينيه في قلبك فتنال ما تناله، لكن الاحباط وقاعد وفشلان فعش. وما تخيلنا بعد ما رحنا وعملنا، حتى الجهات الأمنية تخضت، انتوا ما بلغتوش عن يوم كبير زي كده، يعني كنا عاملين لكم فرقة أمن تيجي تحرسكم، حش بحرسنا، ما احنا بتوع ملاك مخاييل، ونبعت حد يحرسنا، رئيس جند الرب اللي جناحه يتفرد لا. وصارت علامة، الناس انتوا بتحبوا تجيبوا الناس، ايوه جبنا الناس عشان تعرف تصرخ امام الله بالتخيل الذي حط الله في قلوبنا. وبقى عندنا اختبار هنا اسمه يلا نحلم، وبتكرر ومش مره واحده، حصل مرات. وبقى اختبار قديم، فبندور على اختبار جديد. بتدور على اختبار جديد ايه؟ نعمل استاد اسمه استاد صلاه، ده في قلوبنا وعندنا يقين انه هيحصل. يسع كام؟ يسع 40,000 50,000 عشان الشباب يقف. من فضلك تخيل على نفسك، تخيل وصلي وقول له يا رب ضع في قلبي رغبة صادقة، وأيد يا رب إلى أن يعطيك يقينية جوه قلبك إن الأمر حيتم. ما تعلنوش إلا ما الله الأول يديك يقينية في قلبك، لأنه كتير الله يزبط الموضوع، يجيبه يمين يجيبه شمال لغاية ما يديك أمين حصل. بس ما تسيبش مخدعك وما تسيبوش، ما فيش طلبة بتتحط قصاده إلا ما ربنا بيديها.